السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده شاطئ بحر بورسعيد. من زمان قوي ما جبتوش، من ايام الصيف بعد ما الصيف خلص، بس النهارده جايباه لكذا غرض. عايزه اقول لكم ايه اللي بيحصل على شاطئ بحر بورسعيد، عايزه اوريكم ايه اللي بيحصل، وكمان عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تجيبوا فطاركم وتفطروا على شاطئ بحر بورسعيد. هوريكم مكان من الاماكن دي. انا اسمي كريمه علي حسن ودي قناتي. لو انت اول مره تشوف القناه اوعى تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشير لكل اصحابكم، ويلا بينا نشوف ايه اللي بيحصل على شاطئ بحر بورسعيد. بجد فظيع بحر بورسعيد يا جماعه وجماله. بص عامل ازاي. عايزين تغيروا جو بقى، تعالوا اقعدوا هنا شويه. عايزين تشموا شويه هواء نظيف، تعالوا هنا شويه. عايزين تشموا ريحه البحر، لازم تيجوا بقى على بحر بورسعيد. ادي بحر بورسعيد، شايفين الجمال؟ وكمان انا جاي النهارده برضو عشان اتفاجئنا ان في حاجه بتحصل على شاطئ بحر بورسعيد. فاكرين الكازون العام اللي انا وريته لكم قبل كده؟ اتفاجئنا ان في عنده اعمال حفر وبنا ومتقفله الحته. فلما سالت عرفت ان المكان ده، احنا ورانا اهو قريه الكروان، عرفت ان قريه الكروان اخدت برضو المكان ده، فتقريبا بتبني جوه بقى شاليهات، بتبني فندق برضو، اوض، اي حاجه بقى. المهم ان المنطقه دي بقت تبع برضو قريه الكروان، جنب على طول الكازن العام اللي انا جبته لكم قبل كده. لكن انا عايزه اطمنكم ان برضو شاطئ بحر بورسعيد مجانا. في اي مكان في بحر بورسعيد تدخلي مجانا، مفيش ولا جنيه بتدفعيه، ما بتدفعيش غير حق الشماسي او حق الكراسي اللي انت قاعده فيها. المنطقه دي برضو لما تخلص توظيف فيها ويخلص البنا فيها هتدخلي عادي، لكن المنطقه دي بقت اصبحت تبع قريه الكروان. لكن البحر كله مجانا، ما تدفعيش ولا جنيه، بيجي باكلك وشربك معاكي، ما فيش غير حق الشماسي والكراسي اللي انت بتدفعيها. شايفين الجمال؟ طبعا ما فيش ولا اروع، طبعا فاضي جدا جدا. الكافيهات دي بقى كلها، كل دي كافيهات بتعمل اعداد للفطار. هشوف لو عرفت ادخل دلوقتي كافيه واصور لكم حاجه هم عاملينها ولا لا. كل الكافيتات دي، كل الكافيتريات دي عاملين اعداد للفطار، يعني بتجيبي فطارك معاكي وتيجي تفطري. عايزه تجيبي وجبات من عندهم ماشي، عايزه تجيبي وجبات من بره ماشي، كل ده موجود هنا على شاطئ بحر بورسعيد. مفيش اجمل ولا اروع من كده. احنا دلوقتي بالظبط خلف قريه الكروان، شايفين؟ في ناس طبعا بسيطة جدا ليه بتتمشى بقى حاجة كده. لسه المغرب بهزنش، احنا الوقت لسه الساعة ايه؟ 4 وشوية. كل الكافتريات دي تقدري تيجي وتجيبي اكلك معاكي وتفطري هنا. طبعا الشاطئ دلوقتي مش مهيأ ابدا لشماسي او كراسي او حاجه زي كده، يعني لسه بقى لما الصيف بيبتدي. طبعا كل ده بينضف، انا وريتكم نظافه شاطئ بحر بورسعيد قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده، شفتوا نظافته ازاي، وكنت بوريكم الرمل في كل مره الرمل نظيفه ازاي والبحر عامل ازاي. بس طبعا عشان ما فيش دلوقتي شماسي غير بسيط جدا، بعدينها شويه على الرمل اهو، شايفين؟ وكل ده بعد كده بيتجهز. لكن القعدة هنا برضه هتفضل قعدة شاطئ بحر بورسعيد، مفيش أجمل منها. هذا البحر وده كافيتيريا. فظيعة بجد. الشاطئ عندنا على فكرة كبير جدا، كبير جدا، من أول نادي الصيد صورته لكم برضه السنة اللي فاتت، وإن شاء الله السنة دي ربنا يسهل أبقى أصوره لكم برضه. من أول نادي الصيد لغاية إلى ما لا نهاية، لغاية عينك ما تجيب. مفيش مساحة أبدا لشاطئ بحر بورسعيد تدخلي مجانا، الدخول مجانا في أي مكان في أي وقت حابة تدخلي شاطئ بحر بورسعيد، حتى بالليل بتدخلي مجانا، معلهوش بوابات ولا رسوم ولا أي حاجة، ما بتدفعوش غير حق الشماسي والكراسي والترابيزة وبس. هذا البحر وده جماله. المنطقة اللي احنا بنقول عليها منطقة عمل دلوقتي، اللي هتبقى تبع منطقة الكروان،
كنت عايزة بس أعرف الناس إيه اللي بيحصل على شاطئ بحر بورسعيد، تمام؟ وعايزة أقول لكم برضو حابين تيجوا تفطروا هنا في أي وقت، يعني حتى بعد رمضان تعالوا، بعد الدراسة طبعاً ما بتخلص خلاص، ده الصيف بقى طبيعي يعني. لكن دلوقتي اللي عايز يفطر هنا بيجي بيجيب أكله أو بيجيب وجبات جاهزة عادي زي ما هو عايز. كل الكافتريات دي بتعمل فطار لرمضان. شايفين الجمال؟ هنشوف كده في كافيتيريا نعرف ندخلها نصور فيها ولا لا. يلا كده بينا نشوف. ايه دي الرملة بتاعت شاطئ بحر بورسعيد. بصوا لما بعدنا شوية شايفين الرملة حلوة ازاي. دايما بحب اوريكم الرملة عشان تعرفوا هي قد ايه نظيفة وقد ايه ناعمة وحلوة. هي دي على الشاطئ اهو. احنا رايحين للكافيتيريا اللي هنشوف عندها ايه، عاملين ايه للفطار، تمام؟ وتلاقيت اول كافيتيريا كده مقابلاني اسمها كافيتيريا مارينا. كافيتيريا مارينا موجودة خلف قرية الكروان على طول، بالظبط هتلاقيها ورا قرية الكروان. في اكتر من كافيتيريا بس دي اللي كانت قريبة مني، قلت اوريها لكم. بصوا القرية اهي، وبوريكم كمان عندنا اجانب اهو كانوا برضو بيتمشوا على شاطئ بحر بورسعيد وعلى الكورنيش كمان، بيأجروا الخيل عندنا على فكرة. انتوا عارفين ان احنا عندنا على شاطئ بحر بورسعيد فيه خيل، فهم برضو كانوا بيأجروا الخيل دون. ادي كافيتيريا مارينا موجودة. احنا يا جماعة بنصور في رمضان دلوقتي، اللي ما شافش الفيديو من اوله احنا دلوقتي بنصور في شهر رمضان. بيقولك او انا بقول لكم ان انتوا ممكن تجيبوا فطاركم وتروحوا تفطروا عادي جدا في اي كافيتيريا على شاطئ بحر بورسعيد. كافيتيريا مارينا عاملنا العروض دي، الترابيزات بره هنا والكراسي هتجيبي اكلك معاكي والعصاير بتاعتك وكل حاجة. الكراسي بره هنا ب15 جنيه، اي فرد هيقعد ب15 جنيه بالاكل بالعصاير بمشروبك بكل حاجتك هتجيبيها من بيتك. الكافيتيريا هنا ما عندهاش اكل يا جماعة، يعني ما تطلبوش اكل منها لان هي ما عندهاش اكل، لكن ممكن تجيبي وجبات من بره. لكن في الخيمة هنا الفرد ب20 جنيه. بص ممكن تجيبوا فطاركم وتيجوا تفطروا هنا، هنا ما فيش وجبات يا جماعة، يعني انتوا هتجيبوا فطاركم وتيجوا تفطروا هنا. اي حاجة انتوا عايزين تجيبوها، اكل عصاير مشروبات كل حاجة هتيجوا هتجيبوها وتيجوا تفطروا هنا. احنا كافيتيريا مارينا، تمام. وكمان بيقول لي ممكن تيجوا تقعدوا هنا، كل دي عادات للفطار، او تقعدي هنا. هنا بيبقى ب15 وجوه الفرد ب20 جنيه، جوه الفرد ب20 جنيه. ممكن بقى تقعدي فوق برضو، فوق برضو بتبقى القعدة حلوة قوي، فوق القعدة برضو ب15 جنيه، تمام. لكن طبعا اللي بيجي بيطلب بقى عصير، تطلب اي مشروب يعني، لكن بتيجي وبتجيب اكلك معاكي، وطبعا بتبصي على البحر. يعني لو تخلصي كده وتطلعي بقى تكملي تتمشي هنا بتبقى حلوة قوي. بصوا شايفين المنظر، انا بحب بحر بورسعيد اصلا، البحر البحر. فدي كافيتيريا مارينا موجوده برضو على شاطئ بحر بورسعيد، ممكن تجيبوا فطاركم وتيجوا تفطروا هنا. لو بعد الفطار حابين تيجوا تقعدي عادي برضو بتقعدي عادي، تطلبوا مشروب زي كافيتيريا، زي اي كافيتيريا، كافيه زي اي كافيه، تمام. كافيتيريا مارينا. وريت لكم شاطئ بحر بورسعيد وقلت لكم ايه اللي بيحصل على شاطئ بحر بورسعيد، وكمان وريت لكم كافيتيريا مارينا اللي ممكن تجيبي اكلك وتفطري هناك عادي جدا، حتى لو بالليل ممكن تسحري هناك برضو. الشاطئ على فكره مفتوح طول الليل وطول النهار، يعني ممكن تسحروا برضو على شاطئ بحر بورسعيد. وبرضو عرفتكم الاسعار. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشاروا لكل اصحابكم. سلام عليكم.